ليديا بهاء، ازيك يا ليديا؟ مساء الخير يا استاذ يهاب، ازي حضرتك؟ مساء الفل ومبروك الجواز عشان نبارك لك على الله الهوا. يخليك، ميرسي، ربنا يخليك، الله يبارك فيك. ليديا، يعني كلميني عن دورك كشافة. انتي بتشتغلي في ايه يا ليديا الأول؟ هو انا حاليا بشتغل في حاجه تبع التربيه والتعليم تبع الوزاره يعني، وبدرس في نفس الوقت حاجه اسمها health non-profit and social management، يعني هو حاجه تبع non-profit والحاجات ديت اكتر. ان شاء الله اتخرج يعني السنه دي يا رب. يعني بتدرسي اداره المنظمات غير الهادفه للربح في مجال الصحه، صح كده؟ تمام، هو ده صح كده. طيب قولي لي يا ليديا بقى دور الكشافه بقى، كلميني، انتوا بصراحه كنتوا عاملين عمايل جباره يعني. هو دي بنعمه ربنا طبعا، ويعني بقياده ابونا سيدور والكابتن كرولوس نادي، هو مسؤول عن الكشافه طبعا، فيعني احنا كنا جزء صغير بس يعني من الناس اللي هي كانت مؤسسه الموضوع كله. هو الكشافه كنا يعني مجموعه كبيره، احنا اللي عملنا افتتاحيه المؤتمر، يعني الاولاد الصغيره مش معانا في المارش، وبعد كده رفعنا العلم بتاع اي واي سي 2022، وكمان كنا احنا مسؤولين عن تنظيم المؤتمر بالكامل، ان كل حاجه تمشي بسلاسه وبسرعه كويسه، وان كل واحد محتاج مساعده او اي حاجه نكون احنا متواجدين لمساعدته. طبعا اكتر حاجه ساعدتنا في الموضوع دوت ان احنا كنا المفروض برضو ننظم مين من الشباب هيخش انهي محاضره، لان زي ما الشباب قالوا لحضرتك في الاول كان يعتبر مؤتمرين في مؤتمر واحد، يعني المؤتمر للصغيرين اللي هم تحت 24 سنه، والمؤتمر بالنسبه يعني محاضرات بالنسبه للناس فوق ال 24. فطبعا باشمهندس بنوبولس يعني قام بالابلكيشن اللي حضرتك بتتكلم عليه، ده كان بيساعدنا ان احنا ننظم. كان في حاجه اسمها سكاننج، السكاننج ده كان كيو ار كود دوت، كان كل واحد يجي لنا يوري لنا الكود دوت واحنا نعمله سكاننج، فيبقى عارف هو دوت المحاضره دي مكانه او لازم يروح محاضره ثانيه. بالنسبه للقداسات كان برضه موجود السكاننج دوت، فده كان بيساعدنا ان الموضوع يكون منظم اكتر وان الناس تستفيد صح، لان ما يبقاش واحد من الصغيرين قاعد في محاضره بتاعت الاكبر اللي مش هتفيده تماما او العكس. فطبعا ده كان حاجه يعني بتساعدنا قوي، بجانب ان احنا كنا برضه بننظم ان في صلاه الاكل قداسه البابا او الاساقفه او ايا كان، الشباب كمان يلاقوا المكان اللي يرتاحوا فيه وكله يقدر ياكل بالكميه اللي يقدر ياخدها. فكان يعني تنظيم الموضوع عامه. كان معانا كمان السكيورتي تيم، بصراحه دول كانوا يعني بينجدونا بالليل زي ما حضرتك كنت بتقول، كانوا بيشوفوا ان بالليل ما يبقاش فيه اي خطر على اي حد، لو اي حد محتاج حاجه في نص الليل كانوا هم بيبقوا سهرانين متواجدين ليهم. احنا وانتي بتتكلمي يا ليديا الكلام العظيم ده، الشباب زمايلي هنا فاجئوني بانهم كمان جابوا، يعني انا كنت جايب كام صوره كده صغيرين، جابوا كم من الصور والفيديوهات. اكتشفت كمان انا ما كنتش اعرف ان انتوا اللي عملتوا الصليب اللي توزع على 600 شاب وشابه مع البلوك نوت، مع الجزء من الكتاب بتاع قداسه البابا اللي ترجمتوه لخمس لغات. انا كنت فاكر ان الحاجات دي معده من حد تاني يعني. لا، هو الديزاينز اتعملت من كارمي حنا، وفي الاخر كل الشباب اتجمعوا اللي كان يقدر وعنده وقت ان هو يبني الحاجه دي، بعد زي ما حضرتك شايف دلوقتي في الفيديو ان هم كانوا بيركبوا الصلبان، وكنا بنحطه مع النوت بوك، ودي بتبقى كانت الهديه والكتاب كمان اللي اترجم بتاع قداسه البابا. كمان كانوا الشباب دول كلهم يعني برضو اكتر من دول كمان بكتير كانوا متواجدين الشهور اللي فاتت كلها في الدير علشان ينظموا وينظفوا الاماكن ويأهلوا المكان يعني ان هو يكون صالح وكويس لكل واحد ويكون مرتاح يعني فيه في المكان. وانا بعدي كده في الفيديو شفنا بعض الشمامسة اللي كانوا قادة حلوين قوي، وبصراحة انا قلت لهم ان انا وانا معدي مرة بعد الغدا كانوا بيراجعوا في لوجي مينوس عشان استقبال قداسة البابا، وانا قلت لهم دي مش مراجعة، ده احنا في السماء. يعني ازاي جم من كل البلاد دي ومعظمهم ما يعرفوش بعض وكانوا مظبوطين كده مع بعض بالقفلة بالنوتة بالحرف بالإحساس بالطبقة. الحياة الشموسية كمان كانت جهد جبار، لو تحب تقولي لي حاجة عليها أحب أسمعها. هو ماركوس ديميان كان جمعك من كل بلد اتنين اتنين على ما أذكر يعني ما تذكر،
وكانوا بيراجعوا اللحن بحيث ان هم لما قدس البابا يدخل يكون من يعني الفكره كانت ان برضو البلاد الثانيه تشارك معانا، ما يبقوش بس مجرد احنا جايين نحضر، لا يحسوا ان المؤتمر بتاعهم وان هم جزء كبير من المؤتمر وبيشاركوا بيه عمليا مش بس سمعيا او ان هم قاعدين في وسط المحاضرات وبس. طب اخر حاجه يا ليدي عايز اسالك عليها، انت من الناس اللي يعتبروا وصلوا لبر الامان او جزء من بر الامان في الجزئيه بتاعه تاثير المجتمع الاوروبي على ولادنا وبناتنا في اوروبا او في الخارج، في خارج مصر يعني، بتشوفي الموضوع ده ازاي؟ هل بتشوفيه ببساطه ان الانسان يبقى قريب من ربنا ويتربى في الكنيسه تعدي الافكار دي زي ما قالوا لي البنات بتوع اسبانيا وبتوع اكتر من لقاء عملته معاهم، ولا بتشوفي لا في تحديات حقيقيه برضو زي ما ناس تانية قالت لي، واحيانا جوه نفس الفصل بيبقى فيه يعني احتكاكات ومحاوله لان هم ما يشوفوش انه دي برضو حريتنا في اننا ما نعملش الحاجات اللي هم شايفين ان هم احرار يعملوها. هو بصراحه يعني دي هرجع تاني للانبا جابريل، هو ربنا يعني تربيه صالحه جوه الكنيسه، هي الكنيسه يعني دورها اساسي جدا 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 في حياتنا كلنا. بتهيألي لو ما كانش في كنيسه بالقوه ديت هنا في النمسا كان في شباب كتيره مش هيلاقوا الطريق دوت، ومش هيعرفوا يعني كمان يجاوبوا الناس دي على الاسئله ديت. اكيد بنقابل صعوبات وبنقابل اسئله كتيره بتيجي، انتوا يعني ايه تروحوا كل ويك اند الكنيسه وحاجات زي دي كانت بتقابلنا كتير واحنا صغيرين. يعني انا افتكر على ما اذكر وانا في ابتدائي كان كل اثنين لازم المدرس يسالنا عملتم ايه، فكان كل انا كنت في الكنيسه انا كنت في الكنيسه، فكانوا بيقولوا انتوا ما بتزهقوش. بس كان برضو الانبا جابريل بيخلينا يدينا الفرصه ان احنا لو في حد من الشباب النمساوي اللي هم نمساويين ابا عن جدا حابب يجي يشوف الكنيسه بيدينا المساحه ديت. فكنا فعلا بناخد الشباب ديت معانا الكنيسه، فبيلاقوا ان لا الكنيسه دي مختلفه تماما، في انشطه، شايفين الاطفال حابين يجوا، حابين ان هم يبقوا قاعدين ومش راضيين يروحوا، لدرجه احنا كنا بنقول لهم احنا ممكن ماما وبابا كانوا يعاقبونا لو احنا يعني دي الكنيسه لو احنا جايبين نتيجه مش كويسه او عملنا حاجه مش مظبوطه. فكان دي بتفرق مع النمساويين قوي لما الواحد يخش معاهم في العمق في الكلام ده وبيشوفوا كنيستنا وجمال كنيستنا. في منهم كمان غيروا يعني من الكنيسه الكاثوليكيه بقوا ارثوذكسيين زينا وبقوا تابعين لكنيستنا، من الصوره الحلوه اللي الانبا جابريل بصراحه يعني عملها والخدام اللي خدمونا وابونا حنا يوحنا البراموسي اللي اسس اصلا الكنيسه في يعني في النمسا. شكرا يا ليديا، ربنا يبارك حياتكم وتكملوا بكل خير وتوجدوا لنا اجيال جديده صالحه وجميله. شكرا ليك، شكرا مره ثانيه.